I know this track. Because I can't stop it. I've raced it 1,000 times. كان خوفي أكبر إن شلون أوصل لأمي الخبر إني أنا سويت حادث بدون لا يعني تتأثر. I can't see anything. So I'm super excited إني أتفرج على فيلم Gran Turismo لأنه شيء في النهاية يعني له دخل في المجال اللي أنا فيه.